الارتفاع الكبير في عدد إصابات بفيروس كورونا بمدينة مراكش كيدفع السلطات المحلية رفقة الأمن الوطني لشن حملات يومية على المخالفين. هذه الحملات كتبدأ من الصباح حتى الليل. كاميرا 360 رافقت السيدة الباشا التابعة لمنطقة جيليز، وللمهام ديالها كتبدأ من الصباح باش تسهل قضاء حاجية المواطنين، كمثال منح التراخيص للناس اللي باغين يسافروا لمدينة أخرى، وهي مهمة ماشي سهلة. الحملة اللي كتقودها السيدة الباشا كيرافقها فيها عدد من القياد وأعوان السلطة ورجال الأمن، واللي كتبدأ بإعطائهم التعليمات والتوجيهات اللي خاصهم يتبعوها باش تدوز الحملة في جو سليم. الحملة كتهم بالأساس المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، واللي خاصهم يوفروا مواد تعقيم ويحترموا العدد المسموح به ديال الزبائن، إلى جانب توعية المواطنين اللي ما دايرينش الكمامة. وزير عام جيتني في ديالك انا مزيان، يلا سي احتراماتي احتراماتي الله يحفظك بارك الله فيك. جولة السيدة الباشا كيف ما قلنا تتستمر حتى الليل، وكتهم جميع الأحياء اللي تابعين لها، كمثال حي الكودية اللي كيعرف كثافة سكانية كبيرة، الأمر اللي كيخليها رفقة قائد المنطقة يديروا حملات يومية لتوعية المواطنين ومنحهم الكمامات الطبية. هاد الحملات كيرافقهم في عدد من أعضاء المجتمع المدني، واللي كيساهموا بدورهم في توعية المواطنين بضرورة وضع الكمامة واحترام التدابير الاحترازية. هاد الحملة اللي تديرها السلطة بولاية جهة مراكش أسفي تحت شعار خليك على بال، هي حملة جات نتيجة الارتفاع المهول في عدد الإصابات في صفوف المواطنين المراكشيين بكوفيد 19 من بعد رفع الحجر الصحي. شتنا تراخي ديال المواطنين اللي خلى صراحة الناس ترخاو بزاف، وكان شوية ديال الاستهتار في ارتداء الكمامة وباقي الإجراءات الاحترازية من غسل اليدين واحترام مسافات الأمان، هو اللي خلى عدد ديال الإصابات في ارتفاع مستمر، وكذلك عدد الوفيات. يعني تنشوفوا أن مستشفى المامونية ولا المستشفى بمنطقة بن قرير ما قدروش أنهم يستوعبوا العدد المهول، لأنه ولينا نقدروا مراكش من بعد ما وصلنا صفر حالة ولينا نسجلوا 300 حالة في عمالات مراكش، وهذا الشيء لا يندر بالخير، لأننا حنا كمراكش كلشين تعودنا اننا نكونوا دائما جديين. هذه هي الفتره فاش خاصنا نكونوا اكثر صرامه مع الوباء، لاننا كل نفس فينا وحده، الى انا لابس الكمامه ديالي ودير مسافه الامان وتنغسل يدي باستمرار شي ما كافيش، خاص حتى الاخر يدخل معنا في الحل. النادي ماشي مسؤوليتنا مسؤوليه الفرد فرد فرد، هذا مسؤوليه المجتمع ككل، كلنا خاصنا نكونوا يد وحده. من بعد حي الكودية رافقنا السيدة الباشا إلى منطقة جيليز باش تشرف رفقة قائد المنطقة على إغلاق المطاعم والمقاهي المخالفة لساعة الإغلاق، واللي كتبدأ مع 10 الليل.
تفتح ما كتسمعش ولا كتشوفنا في الباب ما تحلش. ايوا شنو هادو؟ واش اخر نهار العشرة ودقيقة بدا يدوز القايد العشرة ودقيقة. صادفنا عدد من المطاعم المحترمون ساعة الإغلاق، وهو اللي خلى السيدة الباشا والقيد يتاخذوا في حقهم إجراءات صارمة بحال الإغلاق لمدة 48 ساعة. أيوة الحملة صدفت بائع متجول للمأكولات السريعة واللي تم التنبيه ديالو بضرورة مغادرة المكان، خاصة وأن البائعين المتجولين مخاصهم شوفوا تربعة العشية، لكنه تجاهل التحذير وهو مدفع السلطات باش يحزوا العربة ديالو. تهاون بعض المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمطاعم هو اللي كيدفع السلطات المحلية باش تكون صارمة في حقهم وتشدد الرقابة باش تحد من انتشار فيروس كورونا.